غير الامور في اليوم الناس ديال الناس الكريمه مابقاش بزاف بحكم حنا الطرف في الجهه كنا كندوزو 4 سوايع 5 دابا راه النهار كله راه بلاد الله يكون في العون اللي بغيت نقول كيما قالت الاخت فاطمه زهره علاش الرئيس ما كيعطيناش افكار بالنسبه لهاد النقط هادو علاش ما كتوضحولناش باش ما نبقاوش مزليين بزاف ونبقاو كنعومو وكنضيعو هاد الوقت هذا انا نبغي جواب على هاد السؤال هاد النقاش هذا نتفق معك السكوت في الايجاد مرة أخرى أنا كنطلب من النواب ديال المكتب أنهم يحضروا ويعطيو معطيات وأنا غادي نحاول في الدورات المقبلة نحضر أنا ماكسيموم لأن إيفيكتيفمون كاين معطيات الإخوان ما عارفيناش ولا ما فاهميناش ولا ما عندهمش معطيات كاملة هذا فعلا ولكن السيد الرئيس خصو يكونوا فاهمين مادام النواب خصو يكونوا على علم وعلى دراية زعما راه مسؤولية هذه الشيء زعما تنقول لك واحد الانسان اللي جا وما عارفش الملف هو انه ما فاهمش سي نورمال انا جو كومبونس لان ما عندوش المعطيات كامله هادو على تنهضر مرحبا شكرا ما كندخلش بزاف في المواضيع انا عقلي شكرا سيد الرئيس نقطه في محلها انا تنظن الوقت بغيت تقول لك بانه الناس بس تكون الاسهم اكثر من فاس ماشي العكس ياك هادشي اللي بغيتي تقول لا بغيت نقول انا علاش الاسهم وانا ماشي هكا